بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وكنا ننتظر أن تكون مقابلة صعبة من فريق يلعب حاول يلعب حدود الأخيرة لنيل اللقب. نستنى أن المقابلة تكون صعبة، لكن هما ما كانوش يستناو فينا أن نخرجوا لعندهم. هذا الشيء نظن أربك يعني كتيبة ديالهم، خلاهم يرجعوا يراجعوا حساباتهم. أكيد المقابلة الدراري قاموا بمقابلة كبيرة اليوم، الحمد لله كنا حابين نكملوا المقابلة كما بديناها، ولكن ما نشوفوا ضربة جزاء. خليوا الحاكم مع الحكمة مع الضميرة ديالها مع الضمير ديالها، دون أنه كل شيء شاف. مقابلة كنا على الأقل كنا بالك نقدروا نخرجوا بنقطة واحدة، ما خسروش المقابلة. صحتهم مبروك عليهم الرجاء. شنو اللي خلى الاتحاد طنجة الفينال يتروقوا اليوم مع العلم انهم كانوا قويين بزاف وصلوا الشوط الاول؟ ضربة جزاء رجعتهم في المقابلة، كل شيء شاف المقابلة. ضربة الجزاء هي اللي رجعت الرجاء المقابلة، ورجع يعني عطاتو نفس آخر لأنه ما كانش في المقابلة. اليوم مقابلة الرجاء ما كانش الرجاء اللي كنا نستناوه يكون، فهمت؟ أكيد أنه ضربة جزاء هي اللي رجعتهم في المقابلة. يعني إلا كان ضربة جزاء خليونا أصحاب الخبرة هما أصحاب التحكيم. وليد كلمة للجمهور الطنجاوي، باقي لكم جوج جولات، شنو اللي كتوعدوا الجمهور فهاد الجولات؟